طبعاً أنتم عندكم تجربة طويلة وثرية أيضاً في مجال العمل الإقليمي بحكم عملك كمستشار وأمين عام، مستشار حق الأمين العام لجامعة الدول العربية. أنا ودي شوي تصفين لنا تجربة هذه. نعم طبعاً، أولاً بداية يعني أنا أحب أن أتقدم بجزيل الشكر للمجلس الأعلى للمرأة، لأنه هو المجلس الذي رشحني لأن أنضم إلى جامعة الدول العربية. ما شاء الله. ودور أيضاً وزارة الخارجية في الدعم لترشح إلى هذا المنصب، وخاصة أنه هو منصب في سباق من مختلف الدول العربية للحصول على هذا المنصب. فالحمد لله يعني بثقة جميع الدول العربية حصلت على هذا المنصب، ليس بشخصي ولكن اعتبره أنه هو لمملكة البحرين، وكأول امرأة بحرينية أن تكون كمستشارة، ويعني سواء على المستوى العربي والمستوى البحريني أيضا تكون مستشارة للأمين العام لمدة 3 سنوات بدأتها، ومن ثم يعني دعم أيضا من المجلس الأعلى للمرأة والوزارة الخارجية لأن أكون أيضا الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لمدة 3 سنوات أخرى. فتجربتي كانت يعني يمكن عندما تتكلمون عن التهيئة والتدريب، ففعلا شعرت أن أنا يعني اكتسبت وحصلت التأهيل والتدريب الدبلوماسي والسياسي في جامعة الدول العربية، لأنها كانت بالنسبة لي بالرغم من خبراتي السابقة في التربية والتعليم لكن كان مجال جديد فعلا، وتعلمت من كبار الدبلوماسيين والسياسيين على مستوى الدول العربية، ونستطيع أن نقول أيضا على مستوى العالم مثل الأمين العام المساعد سيد عمر موسى. كنت مستشارة إلى السيد عمر موسى فتعلمت منه الكثير في هذا المجال، وأيضا تلاه الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة، وهو يعتبر من كبار القضاة على المستوى الدولي، فبالتالي عمل المستمر معاهم يعني بشكل يومي، وتكليفهم لي بأن أنوب عنهم في كل المحافل يعني في لتمثيل الجامعة، هاي بحد ذاتها كانت فعلا تجربة رائعة ومدرسة تعلمت منها. ما شاء الله. فالحمد لله التجربة يعني أستطيع أن أقول يعني لا يكفي المشاركة في كأمين مستشار أو أمين عام، ولكن كان هدفي هو أن أرفع اسم مملكة البحرين في هذا المحفل، وأبين أن المرأة قادرة على أنها تبدع وتبتكر وتطور من عمل العربي، وفعلا هذا ما حصل عندما لأول مرة في مستوى جامعة الدول العربية أن يكون لها أمانة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتم تكليفي بإدارة هذا المجلس، ويعتبر هذا المجلس هو يأتي الثاني من بعد مجلس الجامعة. طبعا هو في الأول مجلس الجامعة على مستوى القمة للقادة العرب والمجلس الجامعة، ومن ثم يأتي مجلس الاقتصادي والاجتماعي. فإدارة الملف الاقتصادي والاجتماعي والسياسي أيضا بالإضافة إلى تكليفي كقطاع الشؤون الاجتماعية بإدارته بكل المجالات، وأعتقد أن الجامعة أيضا طمعت فأننا تعطيني ملف القطاع الإعلامي أيضا. ما شاء الله. ما شاء الله. مدة سنة. ما شاء الله. هاي كلها ما شاء الله في 3 سنوات. في 6 سنوات يعني. بس 3 سنوات هي الأخيرة، هي الأكثر اللي عطيت إلى قطاع شمل تقريبا يعني أستطيع أن أقول كأنها وزارات الدول العربية كلها. ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. بالإضافة إلى مثل ما ذكرت يعني الملف الاقتصادي والاجتماعي والإعلامي، كلها ملفات يعني غنية وثرية في التعامل مع دول العربية فيها. أستاذة فايقة، ما مريتي في تحديات؟ يعني ما شاء الله لأن كلها إنجازات. لا 6 سنوات بس أبي التحدي أنا. لازم تكتب مذكرات عشان تطلع التحديات. طبعا يعني التحديات في أي مجال عمل، أي مجال عمل لابد من يكون موجود فيه تحديات، بس هي كيفية مواجهة هذه التحديات وكيف نثبت يعني قدراتنا وإمكانياتنا في مواجهتنا، يعني هاي أهم نقطة.
طبعا كانت تحديات كثيرة. أولا يعني يمكن لأي شخص دبلوماسي يبعد أولا عن بلده لفترة لسنوات، يعني شوي هذه طبعا التأقلم، بالرغم أن أنا يمكن في دولة عربية ودولة يعني في مصر دولة صديقة وشقيقة وعزيزة، لكن يبقى التحدي في التأقلم للعمل. الجانب الآخر يعني يمكن كثير من الناس لا يتصورون أو يتوقعون أن العمل في جامعة الدول العربية ليس دوام رسمي من ساعة كذا إلى كذا. الدوام يستمر، يعني حتى يمكن الكثير يمكن اللي يشاركون في اجتماعات من الدول في جامعة الدول العربية نبدأ من الساعة مثلاً 9 إلى الساعة 1 2 في الليل. مستمر يعني البريك الفترة الاستراحة هي كلها فترة الغداء اللي هي الساعة نص ساعة، عمل مستمر. أيضاً في التحدي الآخر يعني بالنسبة لي أو بالنسبة لأي واحد يعني يعمل في أي منظمة إقليمية هي كيفية يعني التعادل والتوازن ما بين آراء من الدول العربية. إحنا عندنا 22 دولة عربية. طبعاً اللي في الأمم المتحدة أكيد أكثر، لكن كيف توافق بين هالآراء وتوحد لما تصدر قرارات؟ نحرص كل الحرص أن ما يكون هناك تحفظ على أي قرار يصدر من أي دولة. وأيضاً أن تبقى قضية أني كبحرينية كيف أن أنا أوازن ما بين وطنيتي وما بين العمل المشترك العربي. هذا أيضاً في تحدي. صحيح. حتى أنا أمثل كجامعة الدول العربية لا أكون يعني في القرارة نفسي، يعني دائماً منحازة إلى بلدي طبعاً. ولأي دبلوماسي يكون في أي منظمة، لكن كيف أوازن وخلي أن الآخرين يشعرون أن في توازن ما بين قراراتهم. التحدي اللي يمكن الأصعب اللي واجهني يمكن في يمكن أي دبلوماسي في فترة من فترات في أحد المنظمات هي الفترة الثلاث سنوات بالذات من 2012 عندما أصارت هناك الثورات العربية. هذه أثر كثيراً على دور جامعة الدول العربية، على مصداقيتها، على يعني في الجوانب، يعني أنا أتكلم يعني في جانب السياسي بالتحديد. وليه كان تأثير؟ فكيف إن إحنا نقدر إن إحنا نوازن بين الظروف؟ من التحدي اللي يمكن أن بالنسبة لي الأصعب أعتبرها أنا بالنسبة لي هي مغامرة. ومغامرة يعني وكنت يعني حبيت أني أدخل في هذه المغامرة. هناك في 10 أمناء عامين مساعدين كل واحد من دولة. وأنا المرأة الوحيدة. والله المرأة الوحيدة؟ المرأة الوحيدة وتسعة رجال وأنا المرأة الوحيدة. وعندما طلب أن في الذهاب إلى بعثة لدعم ومساعدة اللاجئين السوريين في أحلك الظروف في حرب، يعني استطعت أن أدخل المرأة الوحيدة اللي وافقت أن هي ما شاء الله تدخل في هذه المغامرة. يعني فدخولي إلى هذه اللي هي المخاطر وأيضاً الدول اللي كانت من الدول العربية تحتاج إلى مساعدات، لأن ملف المساعدات الإنسانية كان عندي ما شاء الله، فأضطر أن أنا أسافر إلى هذه الدول وأعيش مع يعني في مناطق نائية في صحراء في مع الجيش العسكر في مخيمات ما شاء الله عليك. هذه الأمور كانت تحدي، لكن يعني في قرارة نفسي أثبت أن يعني كامرأة بحرينية قادرة على تخطي أي صعوبة تواجهها بدون خوف. وإحنا نقول دائما الحافظ الله والحمد لله أنجزنا هذا. بحرينية ما تنغلبين ما شاء الله عليك. يعني تمكين المرأة عندنا أفعال أكثر من هي أقوال. نصيحة أخيرة أستاذة حق جيل الشباب اللي بيدخل في مجال العمل الدبلوماسي الدولي. طبعاً يعني إحنا الحمد لله إحنا يعني ممكن لاحظنا إن في عندنا من الشباب والشابات يعني اللي دخلوا في هذا المجال يعني في مملكة البحرين، وأنا أشهد يعني لما أحضر أسافر في أحضر لأي اجتماعات لمنظمات أو اجتماعات وزارية وأشوف الكادر الدبلوماسي البحريني من بالذات من المرأة أشوف شلون دورهم اللي يقومون فيه. طبعاً هناك دور جداً جداً يعني مثل ما تفضلت أختي هالة
ان هم يعني امام تحديات ايضا وهمومون ومثلون البحرين خير تمثيل ما شاء الله. فيعني بالتالي يعني اكيد في يكون هناك في تشجيع لكل شخص يعني لا يعني دائما نقول ان في ناس يمكن تتهيب او يعني تتوجس وتخاف يعني بس نعم. هي فيها تحتاج الى يعني نحن كلنا ندعمها طبعا مجلس الاعلى للمراه دور كبير في دعمهم يعني نعم. وفي تشجيع بالذات المراه للانخراط في هذا يعني المجال. واعتقد ان احنا يعني الحمد لله في البحرين يعني كل الادوات موجوده عندنا وعندنا كفاءات من الشابات يعني اللي يقدرون انه يثبتون وجوده. فاحنا طبعا يعني ننصحهم ان الانخراط في هذا المجال ليس فقط في السفارات ايضا في المنظمات صحيح. سواء كانت منظمات يعني عربيه اقليميه او دوليه هذه هي بحد ذاتها يعني انا اول ما دخلت جامعه الدول العربيه جيت التقيت يعني يمكن حتى مع الاخت هاله والتقيت مع عدد من الوزراء اقول لهم شجعوا لو يروحون لو سنه سنتين يتعلمون نعم. يرجعون يعني لان بتكون يكتسبون خبره دوليه لان العلاقه مع دول مجموعه دول تختلف. انا اعتقد ان يعني هاي تجربتك لحالها يحتاج لها توثيق في برنامج خاص بهذه التجربة و... لأن ما شاء الله تجربة ثرية جدا وفيها أبعاد كثيرة إن شاء الله. ولربما تكون هي يعني مثل ما تقول يعني مرجعية لكثير من الناس اللي يودهم أنهم يشاركون أو أن تكون لهم مستقبل.